أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. نستهل النشرة من العاصمة الرباط، حيث أكد مجلس الحكومة اليوم الجمعة على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب، وإلى مواصلة مسلسل الإصلاحات وخاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وبحقوق الإنسان وبالعدالة الاجتماعية. الحكومة نوهت أيضا بالقرار الأخير للأمم المتحدة وتأكيده على المسلسل السياسي التفاوضي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه. المزيد مع العالي حميد. في مستهل أشغال مجلس الحكومة، نوه أعضاء الحكومة بالمبادرة والجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس فيما يخص قضية الصحراء والقرار الأمم الأخير الصادر عن مجلس الأمن. القرار الأممي الأخير الصادر عن مجلس الأمن، قرار 2152، والذي عبر أعضاء الحكومة عن تنويههم بالجهود التي بذلت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي أثمرت في نهاية المطاف قرارا يأخذ بعين الاعتبار ويشيد بالمجهودات التي قامت بها بلادنا من أجل النهوض بحقوق الإنسان. تأتي هذه المستجدات تأكيدا على المسلسل السياسي الذي يتبناه المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من جميع الأطراف لتسوية هذا النزاع. وفي آخر مستجدات قضية الصحراء أيضا، قامت رئيسة مجلس النواب الأسترالية السيدة براون وايت بايشوب بزيارة عمل إلى المغرب، التقت خلالها رئيس مجلس النواب السيد محمد الشيخ بيد الله، كما التقت كذلك بالسيد خليه نول الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، استمعت من خلاله إلى آخر مستجدات قضية الصحراء. وفي سياق متصل بقضية الصحراء، وكما أوردنا في نشرة الأمس، شنت البوليساريو حملة اعتقالات في حق ساكنة مخيمات تندوف، شملت لحدود الساعة وحسب الأنباء الواردة من عين المكان حوالي 15 شخص مرشحة للارتفاع. حملة الاعتقالات هذه جاءت على خلفية قيام شباب التغيير في المخيمات بإضرام النار في خيام تستغل لتظاهرة سينمائية، إضافة إلى بعض الخيام التي تأوي سكانا، وذلك بما يسمى مخيم الداخلة، للتعبير عن احتجاجهم على ما أسموه بخدش حياء قيم الصحراوية. المهرجان السينمائي الذي تقول الجبهة أنها تقدمه سنويا لم يقبله شباب التغيير، الذين أكدوا أنهم بحرقهم للخيام يدافعون عن قيمهم الاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما أسموه فناني الخلاعة، الذين يشاركون في هذا المهرجان الذي يخدش بمروءة وحياء المجتمع الصحراوي. وقبل يوم من احتفال باليوم العالمي للصحافة، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم الجمعة تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل سنة. واستعرض التقرير أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإكراهات التي يواجهها الصحفيون أثناء ممارستهم مهامهم أو من خلال الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب، سواء العمومية منها أو الخاصة. نبقى في مناسبات شهر ماي، وكما يحدث في جل بقاع العالم تحتفل الطبقة الشغيلة بفاتح ماي، تحتفل بحقوقها وتطالب بالمزيد. الجماهير في الأقاليم الجنوبية تسير العالم في أوضاع الاستقرار والأمن، والمزيد مع الغالي الكوارة.
يحل الفاتح من ماي وتستجمع الطبقة الشغيلة بأصقاع العالم وحدتها من أجل صوت واحد هدفه الأول والأخير تحسين الأوضاع العمالية لملايين العمال وتمكينهم من جل الحقوق العمالية التي تكفلها لهم مواثيق حقوقية كانت ثمرة لنضال طويل قاده العمال من قلب أستراليا ليقتفي أثره هذه الطبقة إلى يومنا هذا وتنال من خلاله تمتيع مستحقا لأصناف من الحقوق العمالية المعروفة ولأنها جزء من العالم شهدت الأقاليم الجنوبية تحركا عماليا استحضر هذه الذكرى واحتفلت في هذه الطائفة في وقفة عمالية بحقوق صنعتها مطالباتها الحديثة التاريخية ورصت من خلاله صفوفها مستعرضة الواقع العمالي يحتفل العمال في الصحراء إذن مستحضرين هذه اللحمة العمالية العالمية وهم ينعمون بمطالبة مستحقة ناشدين حقوق أخرى على اللائحة المطلبية وبحراكهم هذا في مطلع ماي ترتسم صورة حقوق الطبقة الشغيلة مجسدة أوضاع الطبقة ذاتها بربوع العالم بأسره بروح المسؤولية والنضال وثقة الاستحقاق وإرادة تحسين الوضع من حسن إلى أحسن تمر المناسبة المكان الأقاليم الجنوبية والزمان الفاتح من ماي من سنة 2014 واقع الحال هذا يحمل رسالة واضحة المعالم تساير فيه هذه الطبقة الركب الدولي الحقوقي وتمرر قراءة للوضع عبر الأحداث اليومية والاحتفالات الكبرى تبرز فيها حقوق الإنسان كمحور هام يختصر تاريخ المصالحة المغربية والمسار المشرف الذي قطعت فيه حقوق الإنسان أشواطها نحو البر الدولي والاعترافات والإشادات المتواترة بثقافة حقوق الإنسان التي ترتكز على الحوار بدل الصوت الواحد وتنشد الشفافية نبذا للتعتيم والتمييز وتصبو إلى تمتيع الفرد بكافة حقوقه في ظل إنصاف تحكمه القوانين بدل الأشخاص يحل الفاتح من ماي إذن بعيد صدور القرار 2152 وتصب المناسبتان في نفس الاتجاه بتأكيد مزدوج على الوضع الحقوقي السليم والوضعية الإنسانية الآمنة بفضل الاستقرار الكامن بهذه الربوع والذي شجع الآلاف من الصحراويين على الاستقرار النهائي في عودة لأرض الوطن بدل حياة اللجوء بمخيمات تندوف. إذن بمناسبة ذكرى فاتح ماي احتفلت الطبقة العاملة بالطنطان بهذه المناسبة حيث نظم كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مهرجانات خطابية المزيد مع حجب تامك وعبد الرحيم حاجي لنضالنا مواصلون وبالإصلاح ملتزمون تحت هذا الشعار يحتفل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالعيد العمالي لهذه السنة وذلك بتنظيم مهرجان خطابي وبرفع شعارات مطالبين بتحسين الوضعية المعيشية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور وتمتيع المرأة العاملة بكافة حقوقها والرفع من مستواها المعيشي في مختلف الميادين نطالب الحكومة بتفعيل الشعارات التي رفعتها في حملة الانتخابية نطالب الحكومة بضرورة محاربة المفسدين نطالب الحكومة كذلك بضرورة تخفيض من الأسعار لأن الفئات الاجتماعية في المغرب تعيش حالا متردية بسبب الرفع في مجموعة من الأمور كالزيادة في المحروقات الجامعة الوطنية للتعليم نظمت مهرجان خطابي تطالب الوزارة الوصية على القطاع بتلبية وتحسين الأوضاع الإدارية والمالية للشغلة التعليمية ورفع التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها احتفلت بهذه المناسبة العمالية ونظمت تظاهرة خطابية مطالبين بتحسين الوضعية الإدارية والمالية لعموم الأجراء وإيجاد حل بوابة الميناء نظرا لما تشكله من خطر على الفئة المستخدمة في ميدان الصيد والمطالبة بخلق مؤسسات إنتاجية واستثمارات تمكن من تخفيف من نسبة البطالة والتهميش الذي يعيشه الشباب
نحن اليوم نحتفل بهذه المناسبة تحت شعار النضال الوحدوي هو سبيل للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. إذا هذا نداء لجميع العمال جميع المناضلين الشرفاء والالتفاف حول إطارات العمالية النقابية الديمقراطية. نستغل هذه المناسبة لتوجيه خطاب للحكومة بضرورة مراعاة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والوفاء بالتزاماتها الانتخابية التي قدمتها للشريحة الانتخابية. تبقى ذكرى فاتح ماي فرصة للتعبير عن هموم وانشغالات الطبقة العاملة في مختلف القطاعات وإبراز كافة انتظاراتهم وتطلعاتهم. دائما وفي إطار الاحتفالات بعيد العمال بإقليم أسازاك، احتفلت الشغيلة العمالية بفاتح ماي مطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة في مختلف القطاعات وتحقيق كافة المطالب المادية والاجتماعية والمهنية. عودة مع حجب تامك ومحمود عطويف. احتفلت الطبقة العاملة بأس بالعيد العمالي، حيث نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مهرجانا خطابيا، وذلك برفع شعارات تطالب الحكومة بالزيادة في الأجور والتخفيف من الأسعار والحق في التشغيل والوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة. تأتي احتفالات هذه السنة التي خلدها الاتحاد الوطني للشغل المغرب تحت شعار لنضالنا مواصلون والمصلحة ملتزمون، وتحية النضال لكل الشغيلة المغربية. الاحتفال باليوم العالمي العمالي فاتح ماي يشكل فرصة للطبقة العاملة للمطالبة بكافة حقوقها ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية والتعبير عن انتظاراتهم المستقبلية. في أخبار الحوادث، تمكنت المصالح الجمركية بالنقطة الحدودية القرقرات من إفشال عملية إدخال كمية كبيرة من الطوابع المخزنية المزورة والقادمة على متن شاحنة قادمة من موريتانيا. وحسب العناصر الأولية لهذه القضية، فإن الكمية المحجوزة من الطوابع تتجاوز قيمتها المالية 5 ملايين درهم، وتتعلق بعصابة قد يكون ضمن أفرادها تونسي وصيني، إضافة إلى شركائهم داخل المغرب حين كانوا ينوون تصريف بضاعتهم المحجوزة. وسنواذيكم بالتقرير الذي أنجزه الزميل محمد تروزي حالما نتواصل به نظرا لبعض الصعوبات التقنية من عين المكان. انطلقت اليوم الجمعة بالعيون الدورة السادسة للحملة التحسيسية والكشف المبكر للأمراض المؤدية إلى الإصابة بالقصور الكلوي المزمن تحت شعار قف لكليتك تطمئن لصحتك. وتهدف هذه الحملة الطبية التي تنظمها الجمعية المغربية للدعم الطبي بالعيون على مدى 3 أيام بشراكة مع وزارة الصحة وقسم أمراض الكلي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وبالتعاون مع عدد من الفاعلين المحليين لتقديم الخدمات الطبية للساكنة الأكثر هشاشة. هذه الحملة خدينا لها كشعار قف لكليتك تطمئن لحياتك، يعني أنه وقف 10 حتى 15 دقيقة من الوقت ديالك خوده باش تطمئن لحياتك، لأنه الدور ديال الكلي كيلعب كيأثر كذلك على القلب، وأكثرية ديال الأمراض اللي مرض بالكلي راه كيموتوا بسكتة قلبية ماشي بالفشل الكلوي. إذا الدور دور مهم، دور فعال، وهاد الحملات كتلعب واحد الدور مهم. هاد العام فتحنا 3 ديال المراكز لتقريب التطبيب من المواطنين، مركز في شارع بكرة، مركز في سوق الجمال، والمركز الرئيسي هو المركز الثقافي ديال أم السعد. وكنويو إن شاء الله أنه نوصلوا أكثر، نفوتوا أكثر من 3000 حالة اللي يمكننا نشوفوهم الأشخاص باش نتفادوا أنه نوصلوا الفشل الكلوي المزمن النهائي اللي كيؤدي للتصفية. اختتمت بسمارة فعاليات الحملة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية في نسختها 11 والمنظمة تحت شعار وطننا يجمعنا.
حفل الاختتام توجه بسلسلة من الأنشطة الإشاعية والحلقات الدراسية. يقربنا من تفاصيلها يوسف زعواطي والمغيف رينيما. في مسعى لإغناء النقاش الدائر حول الضوابط الأخلاقية كإطار مرجعي للممارسة والخطاب السياسيين، ومنذ الفاتح مارس إلى ما تم أبريل الجاري، اختارت شبيبة العدالة والتنمية موضوع الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسية محوراً لفعاليات الحملة الوطنية في نسختها 11. محلياً سطرت الكتابة الإقليمية عديد الأنشطة التوعوية والحلقات التحسيسية، مع تخصيص حيز هام لدعم مواهب حفظ وتجويد القرآن الكريم، وعياً منها بأهمية الخطاب والممارسة السياسية. وكما لاحظت في الساحة السياسية الآن أن الخطاب ديال مجموعة من السياسيين كان موضوعه الإسفاف والابتذال والتحقير، والهدف منه في نهاية المطاف هو تنفير الشباب من العمل السياسي. ولهذا الشبيبة هذه السنة انطلاقا من هذه الحملة دقت ناقوس الخطر فيما يخص العمل السياسي بالمغرب، وحذرت من مغبة أن يكون العمل السياسي في المغرب في خبر كان إذا استمر على هذه الحال. كيبان بين الشباب يعني عنده اهتمام، وأن الشباب يعني يترقب مثل هذه المبادرات، لأن الشباب إذا شارك في السياسة فهو الداء وهو الدواء، إذا كان شارك فهو دواء ولعزف فهو يعني الداء. ولهذا لابد من تكاتف الجهود لجعل الشباب يؤمن بالتغيير السياسي لأنه في خير البلد. في ظل الإصلاحات العميقة لدستور فاتح يوليوز 2011 وما جاء به من إرساء لقواعد التنافس الديمقراطي، يتنامى الحديث عن تخليق الحياة العامة على المستويين الرسمي والشعبي كحافز أساسي لدعم انخراط الشباب في العمل السياسي. حزبياً دائماً، نظم المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بقليميم دورته العادية بحضور مناضلي ومناضلات الحزب، لقاء تم خلاله التأكيد على الانخراط الكامل في مختلف القضايا المتعلقة بالجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي. كما طالب المجلس الإقليمي للحزب بضرورة توفير كافة الخدمات الأساسية التي من شأنها المساهمة في أنجاح النهضة التنموية لساكنة الإقليم على جميع الأصعدة. تتميز هذه الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بقليمين في الشأن الديني، يعد مسجد الجديد ببئر قندوز بإقليم أو سرد واحد من أهم المشاريع الدينية المحدثة مؤخرا على صعيد هذا المركز. حول أهمية هذا المسجد ودوره في الشأن الديني ويدور روبورتاج محمد مصطفى خيا، الصالح الرقيبي وإبراهيم جولي. تعد هذه المعلمة الدينية والمنجزة مؤخرا بمركز بئر قندوز بإقليم أو سرد واحدة من أهم المعالم الدينية بجهة وادي الذهب القويرة. أحدث هذا المشروع بكلفة مالية فاقت المليون درهم وبمواصفات معمارية مغربية أصيلة. المسجد الجديد ببئر قندوز تؤدى به اليوم مختلف الشعائر الدينية، وبناؤه يأتي في إطار المحافظة على أماكن العبادة والعناية بها. هذا المسجد شيدة تقريبا بمبلغ يفوق مليون درهم بالمواصفات المغربية الأصيلة، سواء في الطراز المعماري أو في المواصفات. الساكنة الموجودة رحبت بهذا المشروع، وكذلك السلطات والمنتخبون. جهة الذهب القويرة كذلك في حاجة إلى مزيد منها مثل هذه المشاريع. وهذا المسجد كما قلت كذلك معلمة من معالم الطراز المغربي الأصيل، يسع لما يفوق من 1400 مصلي، يحتوي على قاعة للنساء توخت فيه المندوبية التي تكون فيه مرافق، بحيث يمتاز كما قلت بهذه الرونقة الجميلة وهذا الطراز المعماري. ويتسع مسجد بئر قندوز في حلته الجديدة لنحو 1400 مصلي، ويتوفر على مرافق مختلفة منها جناح للنساء تحرص عبره هاته النسوة على حفظ القرآن الكريم وتعلم أمور الحديث والسيرة النبوية، إلى جانب تلقنهن لدروس محو الأمية. وقد ساهم هذا المسجد في خلق نواة دينية متميزة تسهر على تلقين الوافدين إليها مختلفة علوم الدين. كان هنا مسجد قديم وكان مسجدا صغيرا.
يعني لا يتسع للمصلين وكذلك، ويعني قاموا ببناء هذا المسجد، فيعني مسجد كبير، فيعني يعني يتسع للمصلين، ويعني هذا المسجد يعطي ما عليه من مثلا ما عليه من دروس كالوعظ والإرشاد ومحاربة الأمية. ينضاف هذا المسجد ببيرغندوز لعديد المساجد المنجزة على صعيد إقليم أوسرد، وما هو إلا لبنة جديدة من لبنات النهضة التنموية التي تعرفها هذه البوابة الحدودية الجنوبية للمملكة. الورقة الثقافية للنشرة تنقلنا إلى مدينة أسا التي تتواصل فيها فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الوطني للسينما الصحراوية المنظم من طرف جمعية مهرجان أسا السينمائي، وتحت شعار من أجل رؤية مستقبلية لصورة الصحراء في السينما المغربية. علي الكبش، محمود أطويف، ومحمد بعيرس. يعتبر فضاء قصر آسا وزاويتها من أبرز المعالم العمرانية التاريخية بجنوب المملكة، وصرحا سينمائيا واعدا جديرا باحتضان عديد الإنتاجات والأعمال السينمائية. ومن أجل بلوغ ذلك يأتي هذا المهرجان الخاص بالفن السابع ليوحد كل المساعي الساعية لجعل مدينة آسا مدينة السينما بالأقاليم الصحراوية. يعني احتفلت بكل أبنائها وبساكنتها وبشبابها، احتفلت اليوم احتفاء خاص بالأستاذة القديرة والفنانة العزيزة سعاد صابر، وكذلك يعني يدخل هذا المهرجان الوطني للسينما الصحراوية من أجل ترسيخ ثقافة سينمائية للإقليم، ويعني الانفتاح أكثر، وكذلك لتبوء آسا مكانها ضمن خارطة المهرجانات السينمائية في المغرب. ساكنة إقليم آسا الزاق هذا العرس الفني. عاملوا الإقليم كان في طليعة الحاضرين خلال هذا الملتقى، حيث نوه في معرض كلمته بالأدوار الطلائعية التي تلعبها السينما في التعريف بخصوصيات المناطق في مختلف المجالات، داعيا في سياق ذاته إلى ضرورة مضاعفة الجهود وشحذ الهمم للمضي قدما بهذا الملتقى السينمائي حتى يصبح حدثا فنيا استثنائيا بالأقاليم الجنوبية ومقصدا لنجوم الفن السابع. ثلة من الوجوه المتلألئة في سماء السينما الوطنية وقعت على حضورها ومشاركاتها عبر إنتاجاتها الدرامية التي استمتع بها الجمهور. مهرجان سينمائي في آسا شيء في الحقيقة مذهل جدا، فعلا وجدت وجوه محبوبة جدا استقبلتنا بحرارة، وهناك جدية في العمل وحب للوطن وحب لتكريم شخصيات أعطت للسينما المغربية شيء الكثير. محظوظة أنني جيت لهذه المدينة، محظوظة لأنني اكتشفت واحد المدينة ساحرة، يعني مناظر طبيعية خلابة، جو هادئ، واهم من هذا الشيء كله واحد الناس طيبين، واحد الطيبه اللي احنا تقريبا ولينا كنفتقدوها في المدن الكبيره. اللجنه التنظيميه ارتأت خلال هذا الموعد الثقافي الاحتفاء بالممثله المقتدره وام الفنانين كما يحلو للبعض تسميتها الفنانه سعاد صابر، عرفانا واعترافا بمسارها العاطر بالعطاء والابداع في المسرح والسينما الوطنيه. الشعور ديالي لا يخفى عليكم انه شعور جميل، شعور بالحب، شعور بالفخر، بالامتنان. كتحس ان هناك ناس كيقدروك وكي يتمنوا المجهودات ديالك، والفنان التكريم كيعرف راسو هو بحال ميزان الحراره كيقيس به الاعمال ديالو او محبه الجمهور ليه. هو محطه كيتزود فيها الإنسان المكرم. التظاهرة السينمائية التي تحتضن فعالياتها المدينة تروم إلى المساهمة في التعريف بحاضرة آسا وتكريس مفهوم الإبداع لدى شباب المنطقة عبر مد جسور التواصل والحوار البناء بين الفنانين الهواة والمحترفين، بهدف تبادل الخبرات ونشر ثقافة سينمائية بجنوب المملكة. قراءة في جديد الصحف الوطنية الأسبوعية في مواضيع تخص الأقاليم الجنوبية رفقة العالي حميد. نستهل قراءتنا بجديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع من مجلة الآن، والتي كتبت: خرج المغرب منتصرا من جديد داخل مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد تبني مجلس الأمن دعوة تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء دون اعتماد آليات لذلك، وهو القرار الذي تقبله المغرب بكل أريحية.
وذكرت الآن بأن مجلس الأمن صوت بالإجماع على هذا القرار، ودعا إلى تشجيع الأطراف المعنية بملف الصحراء للعمل مع أطراف المجتمع الدولي من أجل تعزيز وتطبيق إجراءات موثوقة ومضمونة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، كما دعا الأطراف المعنية بملف الصحراء إلى إيجاد حل والعمل على التفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة. وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع يوم الثلاثاء على قرار يمدد بموجبه لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015. وجدد مجلس الأمن أيضا في هذا القرار دعوته بإلحاح إلى النظر في مسألة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر. وارتباطا دائما بجديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع، كتبت مجلة مغرب اليوم أعربت الحكومة الإسبانية عن ارتياحها بعد مصادقة مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإجماع يوم الثلاثاء الأخير على القرار القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة. وأوضحت مغرب اليوم بأن بيان لوزارة الخارجية والتعاون الإسبانية جاء فيه بأن إسبانيا تجدد تأكيدها على دعم حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة. وأضاف البيان أنه بهذه المناسبة فإن الحكومة الإسبانية تجدد دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء. أما صحيفة الوطن الآن فكتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع عن سر عداء الجزائر للمغرب، وكتبت في افتتاحيتها التي حملت توقيع مدير نشر الأسبوعية بأن المشكلة الأكبر للجزائر وهو العجز في تجاوز عقدة المقارنة مع دولة عمرها 50 سنة ودولة أخرى عمرها أزيد من 1400 سنة، لدرجة أن مختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على الجزائر صعب عليهم التخلص من هذه العقدة، وقادتهم تدفعهم هذه المشكلة المرضية إلى تسخير كل الإمكانيات لشحن شعب الجزائر ضد المغرب دون أن يصلوا إلى المبتغى. ومن صحيفة المشعل نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف والمجلات الصادرة هذا الأسبوع، وخصصت صفحة كاملة للحديث عن الزيارة التي قامت بها العائلة الملكية قبل أيام إلى مدينة الداخلة إحدى أبرز المدن في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وكتبت المشعل بأن زيارة الأسرة الملكية إلى الداخلة لقيت ترحيبا من قبل سكان مدينة الداخلة الذين رحبوا بجميع أفراد الأسرة الملكية، وبلغ هذا الترحيب إلى حد إهداء صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن جمل من قبل سكان المدينة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم تريكزي المحجوب والفراجي والعبيد عن سن تناهز 83 سنة، الفقيد ينتمي إلى قبيلة أزوافيد. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المحجوبة غليلة منت المحجوب عن سن تناهز 99 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة يقوت أمزاويك. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله. سنلاحظ تشكل الكتل الضبابية بالقرب من السواحل خلال الصباح، الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 14 درجة بقليمي، 25 درجة بكل من طاطا والزاك. في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 37 درجة بالزاك، 20 درجة بسيدي إفني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على العموم. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:16، أما غروبها فسيكون عند تمام الساعة 8:22 إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: تندوف 35 درجة، نواذيبو 34 درجة، باماكو 33 درجة، نواكشوط 31 درجة، مع تسجيل 27 درجة بالعاصمة الرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرات الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال
زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. أطيب المنى وفي أمان الله. We'll be right back.